عن عمر 82 سنة وبعد صراع مع المرض توفي الإعلامي المصري حمدي قنديل زوج الممثلة المصرية نجلاء فتحي، ومن المقرر أنه يتم تشييع الراحل اليوم من مسجد الرحمن الرحيم بمدينة نصر بالقاهرة. بعد ما نشر الفنان رامي عياش عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صور إله مع المنتج صادق الصباح، حيث قام بتوقيع عقد لبطولة عمل جديد وعلق إن شاء الله النجاح حليفنا، عارف موقع الفن إنه العمل الجديد هو مسلسل من بطولة رامي عياش وبيتكون من أكثر من 30 حلقة ورح ينعرض خارج الموسم الرمضاني، كما ورح تتولى إخراجه المخرجة رشا شربتشي. بعد ما انتقلت ملكية مسلسل باب الحارة لشركة إنتاج سورية جديدة بعيداً عن قناة MBC بحسب حكم المحكمة الصادر مؤخراً، كتير أمور بطريقة للتغيير، وبحسب المعلومات اللي حصل عليها موقع الفن فالجزئين العاشر والأحدعش رح بيكونوا من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب، كما وقررت الشركة الجديدة الاكتفاء بإنتاج جزئين بس وإنهاء سلسلة المسلسل الشامي الشهير عند الجزء 11. أثارت عارضة الأزياء ميريام كلينك الجدل بمنشورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبرت عن غضبها من الناس اللي بتدخلوا بحياتها، ووصفت كلينك نفسها بأنها راهبة مثيرة، وقالت فهموا بقى أنا بكره العالم رجال ونساء، ما بظهر معهم ووسخ نفسي لأنهم بيعانوا من الأمراض العقلية. باك جون بون جوفي نجمة تلفزيون واقع كيم كارداشيان واتهمها باستغلال الجنس للشهرة، فبعد 10 سنين من الشهرة الكبيرة يلي حققتها كيم كارداشيان، قال جون بون جوفي انه شهرتها هي من وراء انتشار فيلم اباحي لها بسنة 2007 مع المغني ريتشي. لا تعرفوا كل اخبار النجوم يلي بتحبون، زوروا موقعنا الفان.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على شانل الفان على يوتيوب واكبسوا على الجرس ليوصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، وتابعونا يوميا بموجز بقدم لكم ابرز الاخبار الفنيه يلي بتهمكم.